كنت امبارح بتتابع اخر او الترتيبات النهائيه لفرش بساط وارضيه الملعب بتاعت الكره الطايره في النادي، ايه الاخبار؟ وصلنا لايه؟ لا الحمد لله، يمكن احنا يعني برضو لما قعدنا في البدايه واتكلمنا كلجنه عليا قلنا ان البساط كان هيجي يوم 12، كان البلاند ان هو يجي يوم 12 مارس. والحقيقه برضو ده من الحاجات اللي انا برضو بحترمها مع في الناس اللي شغالين معانا في اللجان، ان المواعيد بتكون مظبوطه. يعني احنا لما بناخد ميعاد ما بنعمل عليه فولو ما بيبقاش فيه تاخير. فعلا البساط جه في ميعاده، جه يوم 12 وبدا زي ما حضرتك قلت كده امبارح. الناس كانت طبعا في تنظيف للصاله وفي التركيب للبساط او البساطين، لان انت عندك ملعبين اللي هو الصاله الرئيسيه بتاعتنا اللي هتستضيف البطوله، الصاله المغطاه وصاله الشهداء. الصالتين هيستضيفوا البطولتين، وصاله الشهداء كمان ركبنا لها مدرجات جديده، يعني برضو ممكن تكون معروضه معانا هنا، هتاكومديت او هتشيل حوالي 400 او 500 يعني شخص، غير ال 2200 اللي موجودين في الصاله الرئيسيه. البساط طبعا الحمد لله الناس ركبته في يوم وركب بالشكل طبعا طبقا لكل الستاندردز والمواصفات المطلوبه للملاعب الطايره. والحمد لله يعني خلاص ركب وجاهز، والصالات كمان جاهزه خلاص، الاعلام كلها بتركب دلوقتي، ما بقاش غير حاجات بسيطه يعني رتوش بسيطه جدا لانها تكون جاهزه. يعني غيرت ميعاد من السبت للحد. دي حاجه مهمه دي قوي، وكويس ان كابتن خالد انت فتحتها طبعا، عشان ما يحصلش كونفليكت ولخبطه للناس، لان هو في لخبطه في حته المواعيد دي. هو بس انا لازم اقول للساده المشاهدين ان افتتاح البطوله كان يوم السبت. كان يوم السبت فدكتور صالح هيقول لنا ليه اتعملت الحد. اتفضل يا دكتور. افتتاح كان السبت يوم 16 مارس. كويس. ولا زال بدايه البطوله هتبقى السبت، مفيش اي مشكله. هايل. تمام. لكن احنا عملناه ليه يوم 17 عشان مباراه النادي الاهلي مع شبيبه الثوره في الجزائري، مباراه حاسمه جدا لينا كلنا، وكلنا في انتظار ان شاء الله باذن الله هتكون من نصيب النادي الاهلي يا رب. يا رب. فقلنا لا نخلي الحفل يوم 17 عشان طبعا الحضور وعشان التركيز وعشان يبقى في الفوكس على البطوله افضل. فقلنا هنعمله يوم 17، وده على فكره يعني العرف ده بيحصل في بطولات كتير عالميه. حضرتك يعني اكيد متابع في اي بطولات قاريه او دوليه، بيكون عادي ان انت بتبدا مبارياتك وتاني يوم ممكن تعمل الحفل بتاع الافتتاح. يعني ده بيحصل يعني. دي حقيقه، كل في بطولات بتتاجل يوم واتنين افتتاح علشان ليهم احداث معينه او ساعه معينه عايزين يفتحوا فيها، ما كانش عندهم مشكله. يعني ان شاء الله السبت البطوله هتفتح، ده الافتتاح الاولاني، لكن الافتتاح الرسمي للبطوله هتكون يوم الاحد باذن الله على ارض النادي الاهلي. طيب لو سيبنا الافتتاح وسيبنا الاختتام زي ما احنا شايفين قدامنا، حضرتك كنت بتتابع امبارح الاعمال على قدم الوثاق، الناس شغاله وبتتابع في كل الاتجاهات. تمام. ده طبعا معانا كان رؤساء اللجان الموجودين متواجدين معانا طبعا، كابتن رؤوف عبد القادر. كنا بنشوف غير البساط كمان، انت بتبص على كل حاجه بقى في الصاله. يعني انت بتشوف المدرجات، بتشوف البوابات اللي هتتفتح اللي هتبقى متاحه للناس وللاعضاء وللجماهير، بتشوف طريقه الدخول هتبقى ازاي، بتتابع بقى كل كبيره وصغيره جوه الملعب. يعني خلينا جوه الصاله وخلينا جوه المدرجات. اتعمل بلان حلو قوي واتعمل حاجه رائعه لدخول الناس، عملت زي ما تقول بلان الناس تمشي تروح منين توصل فين، ومقسمين تقسيمه حلوه جدا. بص هقول لحضرتك، البلان دي برضو من الحاجات اللي انا متحيز للشباب شويه، فهي دي من الحاجات برضو اللي هم يعني لازم نشكرهم عليها. يعني تمام. في حاجتين اتعملوا، احنا لما نزلنا قبل الجوله دي كان في جوله قبلها، نزلنا استعرضنا كل حاجه وعملنا طلعها لك على طول، عملنا الشكل الهندسي للملعب ورسمنا الرسمه بتاعتنا والمدرجات وكل حاجه. فطبعا عملناها كروكي، في طبعا احد الشباب في لجنه المراسم مهند هاني. حقيقة. مهند هاني من الشباب الهايله جدا واللي بتشتغل برضو بقلب جدا، عمل لنا هو الديزاين والرسمه دي عشان نحدد بيها شكل الدخول للناس يبقى عامل ازاي عشان الموضوع يبقى مبسط. فاحنا قسمناها زونز، عايزين نشرحها. هنشرحها لحضرتك. قسمناها زونز، عملنا على سبيل المثال ايه ده مثلا، ده المقصوره. كويس. تمام. عملنا لها لونها اللي هو كابتن خالد موجود فيها، يعني هي ده لون الكراسي الفعلي اللي موجود. لو رجعنا للصاله هنلاقي نفس الالوان. بالزبط. عشان بس يبقى الكلام اتفضل بالظبط. يعني احنا في البدايه كنا هنعمل الوان مختلفه، بعدين قلنا لا ما نلخبطش الناس ونعمل نفس الالوان اللي موجوده جوه. هايل. فايه ده المقصوره، هتلاقي على اليمين موجود مثلا بي اي بي، يعني تمام، هتلاقي البريس اللي هو بقى البي اللي هو الصحفيين والاعلام وخلافه. تمام. هتلاقي الجست تيمز والفانز،
دي الفرق الجاليات والفرق الرياضيه دي هتلاقيها في سي. مثلا الناحيه الثانيه في الممبرز بتوع النادي مثلا الاعضاء هتلاقيهم في الاتش مثلا مع معاهم الكوميتيز. تمام. الاكاديميز، الاهلي اكاديميز دي اللي هم اللي عملنا مدرج لاكاديميات الرياضيه اللي هم الشباب الاولاد الصغيرين. هقف معاك، يعني ايه اكاديميات الاولاد الصغيرين؟ قول لي يعني الفكره يعني جات لك ازاي؟ جات لي لما كنت في مباراه بتروجيت وشفت المنظر جميل جدا، كان الاولاد الصغيرين اللي في اكاديميه النادي الاهلي كانوا عاملين بصراحه شكل حلو. كوره ماتش كوره جالك؟ انا كلمت كابتن خالد بيبو قلت له عايزينهم معانا في البطوله، وقال لي قوي. وانا احنا وكمان عاملين عشان بس الناس تبقى متخيله الوضع، عندنا في الجي عملنا برضو مدرج هيبقى البهية، مؤسسه بهية، مستشفى بهية، وال 57 3 57 احنا دعينا يعني 50 من مستشفى و50 من الاطفال ال 57 وهيكونوا ان شاء الله في المدرج ده. انه برضو ده يعني النادي الاهلي دوره مش رياضي فقط، دوره مجتمعي ودوره وطني برضو. احنا فوق في الجي ده احنا مخصصينه للجماهير، عشان ده السؤال ده برضو من السؤال اللي بيتسال كتير. هنخش على الجماهير، هنخش يعني فانا برضه مخصصه للجماهير وهنتكلم فيها كويس. ان شاء الله احنا بنعمل محاولات يوميه ان شاء الله يكونوا موجودين معانا باذن الله. كويس. بكده قدرنا تقريبا اترسم الرسمه ودخول وتنظيم الدخول ده في حد ذاته نجاح كبير جدا. ده كمان هيتطبع وبيتطبع النهارده، يعني برضه عايزين نشكره اللواء خالد ابو سينا، هو قاعد في مطابق بايت هناك تقريبا من امبارح. راجل اكتف جدا، رجاله النادي الاهلي لازم يتعبوا. لا بصراحه كلهم اكتف وكلهم بيشتغلوا بقلب، فهو خلاص المطبوعات كلها بتخلص يعني النهارده، ومنهم حتى البانر اللي هو هيبقى فيه الجايد لاينز وكل حاجه. حلو. ملف مهم جدا لازم نقف جوه الصاله، ملف الجماهير، وكل الجماهير عايزه تحضر وتشوف فرقها وتشجع فرقها جوه صاله الامير عبد الله فيصل. طبعا. وصلنا لايه؟ بص يا كابتن خالد، احنا كان عندنا يعني انا اول ما دخلت البطوله قلت لك لينا ثلاث اهداف، يمكن الهدف الثالث قلت لك هدفين، الثالث ان هم ربنا يوفقهم ان شاء الله البنات ان هم يكسبوا البطوله يا رب. وده ساعتها طبعا لما انا قلته الناس قالوا لي طب ده حاجه فنيه، احنا يعني دي مش بتاعتنا. قلت لهم لا بتاعتنا، لان هم لما يحسوا ان وراهم يعني خليه نحل شغاله، وراهم تيم قوي شغال بشكل بروفيشنال وبشكل يومي، ده بينعكس عليهم هم الحقيقه بالايجاب، ان هم يحسوا انه وده فعلا الحمد لله الناس شغاله بشكل قوي جدا، فده برضو دور مهم. الحاجه بقى اللي كنت بتكلم فيها حضرتك التحديات، بخلاف الاهداف عندنا تحديات. كانت التحديات عندنا في ملفين تحدياتهم كبيره جدا، اولا الجماهير رقم واحد كان بالنسبه لي، لان يعني مهما اشتغلت وتعبت وعملت كل ده والجماهير هيروحوا اي بطوله، دي حقيقه روح اي بطوله عشان بس يعني شيء ما بين روح الرياضه. روح الرياضه هو الرياضه جماهير يعني، دي حقيقة. روح الرياضه يعني ما فيش جماهير ما فيش رياضه ملهاش لازمه يعني خالص. فاحنا كان ده هدفنا ومطلبنا الاول، انه يا جماعه وقلناها كتير وكابتن الخطيب قالها في اكتر مناسبه، يعني جماهير النادي الاهلي السند الحقيقي للنادي الاهلي، دي حقيقه. فاحنا طلبنا ده في اول اجتماع امني لينا. التصور كان ان هو اعضاء جمعيه عموميه فقط لا غير، ودعوات للجاليات فقط لا غير، عشان الاحداث اللي حصلت قبل كده وخلافه. قلنا للناس وكل الضمانات والتعهدات والتصورات، ورحت لهم ببلان مرسوم وكل حاجه يعني، عشان قدمنا برزنتيشن بشكل يعني، والناس كانت مبسوطه بصراحه جدا في يعني ومستجيبه لينا، لكن القرار صعب. ففضلنا في محاولات يوميه يوميه بمعنى الكلمه، ان احنا بنتكلم وبنشوف وبنعمل، لحد ما الحمد لله الرفض ده يعني وصل في الاخر ان بقى في استجابه. في استجابة لا، وفي يعني موافقات مبدئية، وإن شاء الله بإذن الله تكلل يا رب بس بالموافقات الرسمية، يعني الكلام ده يبان ممكن النهاردة بكرة يبقى باين، لأن احنا البطولة بتاعتنا السبت خلاص.